بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في خبر، يعني في نقوش ظهرت، نقوش فرعونية ظهرت في مدينة تيماء في المملكة العربية السعودية. هذه النقوش الفرعونية ترجع إلى الملك رمسيس الثالث. تعالوا نقرأ الخبر وبعد كده نعلق على هذا الخبر. عثر علماء آثار سعوديون في منطقة الزيدانية التابعة لمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك على نقش باللغة الهيروغليفية يحمل توقيع الملك الفرعوني رمسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ويقول محمد النجم مدير إدارة الآثار بمحافظة تيماء لقناة العربية: جرت العادة أنه لا يتم نقش مثل هذه النقوش إلا بحضور فرعون نفسه، وهذه دلالة على أن رمسيس الثالث قد تواجد بنفسه في هذه المنطقة. وتضيف القناة أن علماء الآثار السعوديون توصلوا من خلال بحوث ميدانية إلى طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء تسلكه القوافل التجارية المصرية، وأثار العثور على نقش رمسيس الثالث تساؤلا حول أسباب وجوده شمال غرب الجزيرة العربية. ولا يقتصر الأمر في منطقة الزيدانية على نقش رمسيس الثالث، بل يتعداه إلى الكثير من الشواهد الأثرية كالنقوش الآرامية والثمودية والنبطية، إلى جانب بعض الرسوم كالوعول والأبقار والأنعام والنعام والثعابين. وسألت قناة العربية علماء آثار مصريين عن سر ظهور هذا النقش الفرعوني في واحة تيماء السعودية، وأكد أن الأمر لن يخرج عن احتمالين: الأول وهو الأرجح أنه كان طريقا تجاريا تسلكه القوافل في عهد رمسيس الثالث، وقام أحد أفراد القافلة برسم نقش الملك كدلالة على تواجده في المنطقة أو تسجيل رحلته. والثاني أنه كان طريقا لقوات عسكرية كانت تتجه للمنطقة لتأديب بعض العصابات التي كانت تغير على مصر من بلاد الشام. طبعا هذا الخبر وهذه النتائج البحثية أو العثور على هذه النقوش الفرعونية في تيماء بالمملكة العربية السعودية، هذا أكبر دليل على أن المنطقة العربية ومصر لم يكونا منفصلين حتى عن طريق التجارة أو عن طريق التواصل الديموغرافي بين الجزيرة العربية ومصر. ولذلك انت تجد ان المملكة العربية السعودية اطول سواحلها على البحر الاحمر، يعني هي قريبة من جوار مصر اكثر من الخليج، يعني ما تقدرش تسميها دولة خليجية 100% زي الدول التانية. لا، المملكة العربية السعودية اطول سواحلها واكبر حدودها بجوار مصر، يعني شوف من خليج العقبة البحر الاحمر كله. منطقة تيماء، هذه مدينة تيماء أو محافظة تيماء بالضبط كده قبالة محافظة أسيوط في صعيد مصر، خد بالك ازاي؟ والهجرات اللي كانت بتحصل أو تنقل القبائل والعشائر ما بين مصر والمملكة العربية السعودية ومن المملكة العربية السعودية ومصر. وأنا أقول لكم حاجة حدثت يعني معايا من حوالي أسبوع أو أسبوعين. اتصل علي واحد سعودي، ويعني لو اني انا استأذنه ان انا كمان يعني ممكن كنت ازيع المكالمة بتاعته. هو كان اتصل علي بسبب اني شاف كلمة القصير في احد الفيديوهات، تقريبا كان صلاة التراويح في رمضان، فاتصل علي قال الان احنا قبائل مصرية اصلا من زمان وبنعيش في المملكة العربية السعودية من جدود من زمان جدا، ولينا اقارب في منطقة في بلد القصير في مصر. فهو يعني يختلط عليه الأمر لأن احنا عندنا أكثر من منطقة اسمها القصير، فالقصير هذه موجودة على البحر الأحمر، موجودة في أسيوط، واخد بالك ازاي؟ فيعني عايز أقول لكم إن هو قلت له لا، يعني احنا القصير الصعيد ليست البحر الأحمر. فهو كان بيبحث عن عائلة أو أقارب له في منطقة البحر الأحمر، وأظن هو يسمعني دلوقتي وبوجه له التحية والشكر. فطبعا ابناء عمومه وفي تواصل من زمان. وهذه النقوش يعني الرابط هنا ايه؟ الرابط ان النقوش هذه نقوش رمسيس الثالث فين؟ عثرت عليها الاثار السعوديه، يعني هيئه الاثار السعوديه عثرت على هذه النقوش في الزيدانيه في تيماء. بعدين لما تيجي تربط ما بين هذه النقوش، هذه نقوش موجوده
نقوش على الجدران موجودة في المملكة العربية السعودية في محافظة تيماء بالزيدانية. هذه النقوش لرمسيس الثالث. طيب ايه الربط؟ الدكتور زاهي حواس قال ايه؟ قال ان في برديه اصلا حصل على برديه لرمسيس الثالث وفيها اصدار امره لارسال رحله تجاريه لجلب النحاس من بلد مجاوره. فانت تقدر تربط ما بين هذه البرديه وما بين هذه النقوش تكون هذه هي البلد المجاوره. كما رايتم ايضا او سمعتم ان اصلا هذه النقوش لا تنقش الا في وجود الملك نفسه. هذا رايي. وطبعا هم بيحتملوا ان هذه الرسوم او هذه النقوش باحد طريقين، يعني الطريق الاول ان دي رحلات تجاريه كانت تمر من هناك، ويعني احد المصريين يعني سجل مروره من هناك، وايضا الطريق الثاني بيقول لك ان ممكن يكون فيه بعثات عسكريه لتاديب بعض قطاع الطرق والعصابات اللي كانت بتهدد تجاره مصر من الشام. والعلماء طبعا رجحوا القول الاول ان هي كانت رحلات تجاريه ما بين مصر وما بين المملكه العربيه السعوديه. فكان يعني رحلات مثلا عسكريه، رحلات تجاريه لمثل هذه البلاد، وكان في رحله طبعا كانت دائمه من مصر للمملكه العربيه السعوديه للوصول لليمن، ورحلات الى الشام حتى الوصول الى حدود تركيا. يقول لك ان الفراعنه يعني اصلا الدول اللي هم استوطنوها وقعدوا فيها فلسطين، سوريا، الاردن، لبنان، واخد بالك ازاي؟ كل ده كان تبع المملكه المصريه، لكن هو بيقول لك ان هم ما استعمروش تيماء، يعني ما استوطنوش تيماء الا مروا بالتجاره مثلا لليمن. فهم لو انت لقيت معابد او لقيت حاجات يعني للعيش، يعني اماكن للعيش والاستيطان مثلا والوجود نفسه والحياه، يبقى قعدوا فيها، يبقى قعدوا في البلد دي. فقال لك يعني مرور قوافل تجارية أو رحلات عسكرية، ومرور طبعا القوافل التجارية لليمن. اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، إحنا ما احتلناش يعني فلسطين، ما كانش في حاجة اسمها فلسطين، ما كانش في حاجة اسمها سوريا، ولا الكلام ده كله كان اسمه الشام، يعني بلاد الشام اللي هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. فيعني إحنا دلوقتي بنقول دي كلها كانت بلد واحدة، كانت تابعة للمملكة المصرية القديمة. فانا عايز اقول ان كانت اصلا هذه المنطقه كلها هي منطقه عربيه وتواصل، وهذا اكبر دليل على ان الذين حاولوا فصل مصر عربيا، يقول لك ان هويه مصر مش عربيه، وان مصر مثلا لها هويه منفصله عن الهويه العربيه. وده بحث طويل ان شاء الله نتكلم فيه في حلقات يعني ان شاء الله على المباشر باستضافه بعض الاخوه الاساتذه الافاضل ان شاء الله، ونتكلم فيه بتفصيل ان شاء الله عندما تتاح الفرصة. كمان أنا بس أنا عايز أقول إن الارتباط ما بين مصر العربية والجزيرة العربية ما هوش ارتباط مثلا من العهد الإسلامي، أو لا أقصد يعني العهد الإسلامي بمفهومه الخاص يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كان قديم جدا جدا. لكن في النهاية عايز أقول إن هذه الأمة أيا كانت مصر بالشام بالجزيرة العربية كلها في روابط وثيقة، روابط تاريخية، روابط قبائل بينها ما بين فيما بينها وبين البعض، هجرات من الجزيرة إلى مصر، هجرات من مصر إلى الجزيرة إلى الشام، كل ده هو امتداد واحد وأرض واحدة. وإنما الحدود اللي احنا شايفينها دلوقتي حدود سبيكو وحدود ما بعد الاحتلال وتقسيم هذه الدول العربية. طبعا يعني مرورا طبعا بليبيا والجزائر، وطبعا حتى يعني القرن الإفريقي، الصومال وجيبوتي. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، الدولة تكون عربية بقاطنيها، يعني في بقى يعني في أصول عربية وقبائل عربية في إثيوبيا، وفي قبائل عربية طبعا معروفة في جيبوتي في الصومال، واخدين بالكم في القبائل العربية اللي تسكن المغرب العربي كله، ما هذه قبائل عربية يعني، خدت بالك؟ فهي البلد يعني تكون بهوية ساكنيها، يعني البلد نفسها كأرض وكده وجبال وأودية وأنهار، هي مش ملهاش هوية يعني معينة، لكن الهوية أو هوية البلد، عندما نتكلم عن الهوية نتكلم عن هوية الإنسان الذي يوجد في هذا البلد، واخد بالك إزاي؟ فالقبائل العربية استوطنت وعاشت يعني وتناسلوا وأصبح لها الهوية العربية. وهناك بعض العلماء من يقول يعني كل من تكلم باللغة العربية فهو عربي، ونحن طبعا نعتز بالهوية العربية لأنها
يعني هوية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عربي، القرآن عربي، الصلاة تصلى بالعربي، واخد بالك ازاي؟ ولا يجوز لأحد يعني إذا كان حتى ما كانش عربي، يعني إذا كان من أي لغة تانية وما بيتكلمش لغة عربية، لا يجوز له أن يعني القرآن لا يترجم إلى أي لغة أخرى، وإنما يعني تترجم معانيه زي تفسير كده معنى الكلام، لكن حتى يقرأ في الصلاة إذا كان مسلما يعني حديث دخول الإسلام يقرأ في الصلاة حتى وإن لم يفهم معنى هذا الكلام، لكن يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالعربي. فدائما وأبدا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعز العرب ويعز المسلمين، آمين يا رب العالمين، وأن يجمعنا بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وإياكم وكل المشاهدين والمتابعين وكل السامعين وكل من قال آمين. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.